نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وفي ثلاث سيدات مهتمين جدا جدا بفكرة التواصل الروحي مع المصريين القدماء. إزاي ده بيحصل؟ كونوا مجموعة اسمها كيمت ترايب. المجموعة دي عملت جلسات تأمل وتواصل روحي في الأهرامات. خلينا نعرف إيه فكرة كيمت ترايب، إيه الهدف من الجلسات دي، إيه هم عملوه إزاي، نعرف كل ده من التقرير اللي جاي. مجموعة من خبراء التأمل مصريون وأجانب قاموا برحلة روحية للتواصل مع الأجداد القدماء من خلال جلسة تأمل بمنطقة أهرامات الجيزة. الجلسة نظمتها مجموعة تسمى كيمت ترايب، وتهدف إلى استكشاف ألغاز المصريين القدماء والتواصل الروحي معهم. شملت الجلسة الافتتاحية أداء صلوات مصرية قديمة وأداء صوتيا وأشكال أخرى للتأمل. We wanted to have access to our sacred sites. And we wanted to be able to facilitate that to other Egyptians. That was the intention, and then everything else just fell into place, like pieces of puzzle. The people, more about the roots and the history and the heritage of our beautiful country. And we also have the shamanic journey, which is a drum journey where people kind of drift and journey in a guided map. So this is a shamanic journey. And there's also the sound medicine, where people receive healing through sound and vibration. And we also chant in ancient Egyptian. And this is one of our one of the highlights, because usually it's a lost tongue that is not known anymore, and making this accessible to everyday average people is very exciting and reviving to this history. المصري القديم العقيدة بتاعته كانت كلها مبنية على فلسفة في منتهى العمق، فلسفة روحانية في منتهى العمق. هو الأول وصل لأقصى درجات الوعي الإنساني والروحاني، وبعد كده بدأ يبني الحضارة. فالحضارة كانت كلها ما هي إلا رمزية إسقاطاً على كل فلسفته، كانت حضارة في خدمة فلسفته. مجموعة كيمت ترايب أسستها ثلاث سيدات لديهن إيمان بالفلسفة الروحية، وتستهدف جذب المصريين الذين يريدون إعادة الاتصال بأجدادهم القدامى بشكل أساسي، وأيضاً ترحب بانضمام جميع المهتمين بروحانيات الأصول القديمة.